السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معانا. اليوم بنكلمكم عن زهبة العروس. طبعا زهبة العرس تتكون من جنادير الرجال ومن جنادير العروسة وأهل العروسة، ومن الكماليات المرأة من العطورات والكريمات والبودر والأشياء هذه كلها، ومن البراقع ومن الذهب. هذه هي زهبة العروسة. أول قبل سابقا أهلنا كانوا يسووا هذا ما شاء الله. زهبة العروسة كانت أول ما تكون مخيوطة، تكون عصا للعروسة، يسووا لهم يوم وحدة، يحددوا يوم وحدة من الأسبوع، اليوم هذا إحنا بنخيط فيه زهبة العروسة. أيوا أهلها وجيرانهم وأصدقائها وخواتهم كلهم يعني عزموهم ويسوونهم غداء، ويحطوا مكينة تقعد الحرمة تفصل على شو اسمه على العروسة الملابسة وتخيطها لها بنفس اليوم. طبعا عاد أول ما يخيطوا ملابس وايد على 3 جنادير 4 إن زادت يعني هذا ما أكثر، ويخيطوا لين ربع شو اسمه صديقاتها ولين أهلها، ويسووا لها بعد الحنة اللي تدق الحنة وتحنيها، اللي تخيط لها، اللي تقرض لها البراقع، هذا كله بهاليوم يسووا لين للعروسة. وتتكون زهبة العروسة من الخامات الحلوة الغاوية، من الجنادير المخورة والتلي، ولين المعرس كذلك بعد ما جناديره موجودة، ولين أهل المعرس من الرجال، لين أخوانها ولين أبوها من الملابس الرجالية، من ملابس النساء لين خواتها ولين أمها وخالاتها وأهلها، لهم نصيب منه بعد، يعطوهم من العطورات والبراقع قبل بعد تكون ما مقروضة، يقرضوا يجيبوا المقروضة البراقع يوم تكون مقروضة على قياس الكبار، أما للعروسة بروحهم يقرضوها نفس اليوم اللي يسووا لها الحنة ويسووا لها ويخيطوا لها ملابسها، يقرضوا لها براقعها بعد بهذا اليوم. وهذه هي زمن أول ما شاء الله، الحمد لله الحياة حلوة، متعاونين متساعدين متكاتفين، فرحة. العرس يتم ما شاء الله أسبوع يتم ما شاء الله، هناك أسبوع 3 أيام 4 أيام، هذه زهبة الزهبة هذه اللي تشوفوها قدامكم يراوها 3 أيام 4 أيام تقريبا بيت أهل المعرس، وبعدين يشلوها يوم واحدة بعد مخصص مع اللي أو شو اسمه بالسيائر، وإذا قريب ترى حوليهم يشلوها بطبل ومنعناء يعني وش اسمه ودق، يودوها لبيت العروسة ويقهويوهم ولا يتعشوا ولا يتغدوا. وطبعا ذهب العروسة على حسب الشخص، يعني ميزانية الشخص على حسب يعني ظروفه، إذا كان عنده يعني الحمد لله خير بيجيب لها من الذهب أنواع، من الحيول من المرية من كل شيء، وإذا كان شو اسمه يعني على قد الإنسان يستطيع يجيب لها شيء بسيط، وحد منهم بعد اللي ما عنده ما يجيب على أول زمن اللي ما عنده ما يجيب شيء، بس يوم عقب الحمد لله الله يوسع عليه وكل شيء يشتري لحرمته بعدين. إن شاء الله نالت رضاكم فقرتنا زهبة العرس، وبحفظ الرحمن. إذن مشاهدين نشكر الوالدة أم علي على هذه المعلومات الجميلة، أخذتنا برحلة لحياة الماضي من خلال الأشياء الموجودة والأدوات اللي كانت موجودة معها في هذه الفقرة، وما زلنا مستمرين نتحدث عن زهبة العروس. ننتقل معاكم مشاهدين لضيفتنا في الاستوديو، راح نتعرف معها أكثر على صور العراس قديما. دعونا نرحب بشيخة راشد النقبي من سكان مدينة خرفكالة. أهلا وسهلا فيك شيخة. هلا حبيبتي، ربي يحفظك. اليوم سعيدين بوجودك معنا في هذا المساء. وأنا أسعد والله، ودائما أنا أسعد بالفقرات التراثية لأن فعلا نتحدث فيها عن هويتنا الإماراتية، عن حياة أبانا وأجدادنا سابقا. طبعا هي. نرجع نذكر نفسنا ونذكر أولادنا وأحفادنا أن ماضينا راسخ بعد موجود وموجود، وبعدنا متمسكين فيه حتى لو دخلنا في الحضارة والتطور. صحيح. بعد عاداتنا متمسكين فيها وتقاليدنا. أكيد، من ليس له ماض ليس له حاضر ولا مستقبل. نعم الحمد لله. يمكن قبل شوية تابعنا الوالدة أم علي قدمت لنا صورة عن يمكن زهبة العروس سابقا، نتحدث عن العرس سابقا وكيف من بداية يمكن خطبة العروس وحتى قبل خطبة العروس يكون في مشاورات. طبعا أكيد. من هي ستكون العروس؟ شو الصفات اللي ممكن تتصف فيها العروس؟ أيوة. كان في صفات معينة. معينة طبعا. صحيح. شو هذه الصفات؟ أول شيء كانت أم المعرس لما تفكر خلاص أنها بتزوج ولدها تبتدي تبحث
إذا في عرس تصير تشوف البنات إذا في مثلا شيء، وكانوا البنات أول ما يصيروا العروس لأنه عيب يعتبر في مجتمعنا. بس توصي خواتها، توصي مثلا بنات عمها، بنات خالها، يدوروا لها بنت تناسب ولدها. وكان الأكثرية هو يعني زمننا القديم يعني في الستينات والسبعينات كانوا يتزوجوا بنت العم، وهذا شيء يعني كان ضروري. الأقارب أولى. أولى. نعم. وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة. فطبعا هم يعرفوها ويعرفوا صفاتها. صحيح. بس كانت الأم تحب صفات أكثر في مرت ولدها. أول شيء تكون جميلة مثلا، أنها تعرف تطبخ، تعرف تنظف البيت. لما بعدين تتزوج تقدر تتحمل مسؤولية البيت وتربية الأبناء. للعلم أنه كانوا يتزوجوا بعمر صغير، وأنا أول واحدة منهم، أنا تزوجت عمري 14 سنة. يعني بعمر صغير لكن بنتي منيرة وأنا عمري 15. يعني كنت ما أعرف، بس أمي وجدتي ساعدوني في تربيتهم. صحيح. وحتى في تكملة دراستي الإعدادية والثانوية والجامعية، وأنا كنت أحمل أولادهم يربوا وياي ويساعدوني. ويعني سابقا كانت الأسر ممتدة. ممتدة. ففي البيت الواحد. شكل الأسرة. نعم. فيها الجد والجدة والأم والأب والأبناء. وكانوا حتى زوجة أخو زوجي، يعني زوجة حمي موجودة ويانا. فكنا نشيل بعض، يعني حد يطبخ، حد يخم، حد يغسل، حد كذا. فالأسرة متكامل فيها العمل. في المهار. أيوة الحمد لله. ثانيا كان العرس زمن أول يتم مدة أسبوع. كل يوم في أهازيج، العيالة، الرزيف، اليولة. طبعا هاي كلها ما مستحدثة الحين، كانت من الماضي، من الماضي وممتدة للحين. فكان يوميا يطبخوا عيش ولحم، وكان الطبخ كله حريم والريايل اللي طبخوا، ما في مطابخ شعبية. صحيح. أو حد هم. صحيح. اللي طبخوا كل يوم، يذبحوا وينظفوا ويطبخوا ويسووا الهريس، يسووا العرسية، يسووا الساقو، يسووا أيوة البلاليط. كانوا يسووا النشا اللي الحين احنا نسميه كستر. كانوا يحطوه في صحون ويقدموه، عبارة عن أشياء الحلوة يعني، حلويات. أيوة الخبيص والبلاليط والساقو والنشا عبارة عن الحلويات. والهريس والعيش واللحم طبعا هي الوجبة الرئيسية، تتوزع على أهل الفريج أو الحارة. كانوا أول حتى أنا سألت أمي يعني وجدتي، كانوا زمن أول الكل لازم يأكل يتغدى من العرس مال ولدنا يعني. فكانوا حتى ما في مجموعة صياني يوزعوا فيها الأكل، كانوا يفرشوها ليهم على الحصير، يصبوا ليهم العيش، يحطوا ليهم اللحم. بساطة. نعم. والناس يمكن تتجمع. يمكن احنا نتابع بعض الصور اللي يمكن هذه زهبة العروس. زهبة العروس، ترى أنا الحين بتكلم عن زهبة العروس. نعم. لما خلاص تمت الخطبة، أم العروس تصير تشتري. أول كان ليلام أو دكاكين مثلا يبيعوا فيها الخام، كانوا يشتروا أبو طيرة، أبو قليل. من اللي كان يشتري؟ أم العروس ولا أم المعرس؟ أم العروس تشتري عشان تجهز زهبة بنتها لها، وتشتري أبو خطين، تشتري خام اسمه خشخاشي، في خام اسمه نيلي، وتدعي جاراتها فترة الصبح قهوة الضحى يخيطوا لبنتها الكنادير وتكرم السراويل الثوب، ويسووا التلي على الكاجوجة ويجهزوا ليها في الكندورة وفي الثوب دمعة فريد، الصروال يسووا لي بادلة، ويجهزوا زهبة العروس في يوم يكون يوم الزهبة. يجيبوا جاراتهم وأهلهم وربعهم وأصدقائهم يشوفوا الزهبة، يوروهم هاي كندورة، هاي كندورة، هاي صروال، هاي مثلا تكرمي. نعم. ملابسها بشكل عام. شمل. نعم. هاي شيلة، الشيلة كانت أول شيء النيل أو شيلة منغدة فيها مثل الفصوص، بس ما كان فصوص، كان عبارة عن شيء فضة. كانت لها قيمة أول. صحيح. للحين يمكن بعض المناسبات موجودة. نعم. أيوة. يستخدم هاي يلبسها ويشتروا لها لازم حلتاتة كريم. يشتروا ياس، يشتروا البرقع سدر. كان البرقع شيء هاي رئيسي. أتوقع سابقا البنت من تتزوج كانت تلبس البرقع. طبعا. وفي بنات، في ناس عندهم عادات من دام بنتهم كبرت وصلت 19 يلبسوها برقع بعد قبل لا تتزوج. نعم. وفي ناس لا، بس بعد ما تتزوج بنتهم تلبس البرقع. على حسب يعني. وكانت الزهبة يوم حافل، الحريم يطبلوا ويغنوا ويسووا الأكل ويراووا الزهبة، وكم مرة، ما مرة بس، كل ما حد دخل مجموعة وطلعوا اللي في السحارة في الصندوق، الكل لازم يشوف. أيوة. يطلعوا ذهبها، كانوا يشتروا مرية، يشتروا مرتعشة، يشتروا حيلة بالشوك، يشتروا ملتفت اللي ها مربعات مربعات. هنا. يشتروا الختوم مال زمن أول، يشتروا فتخة حق ريولها.
وفي ناس على قدهم يشتروا بس من ريه مثلا، لان ما كل الناس قادره صحيح. كانت وكانت أيوة. يمكن حتى بعض الناس ما كانوا قادرين على ان يوفون ذهب أيوة. نعم. يجيبوا شيء بسيط له خاتم نعم. مثلا. وفي ناس كانت تشتغل في الكويت ويجيبوا من الكويت استحدثوا ساعه يعني انا في السبعينات كنت يومها في ساعات نعم. في الستينات ما كان فيه لان اهلنا سافروا الكويت وقاموا يجيبوا بعدين نعم يعني مع كانوا التطور يفصلوا الوقت. الكنادير ويذهبوها والملابس ويحطوها في صندوقه ويعطروها ليها كانوا كان زعفران صندل عنبر عود يجيبوا يوز يجيبوا ياس يجيبوا الورس كله يجهزوه بزهبة العروس لها ريحة طيبة طيبة جدا سحالة العود كانوا أول يعطروها بالصندل والعنبر وها ويحطوها بزهبة العروس يحطوها بورقة ويلفوها ويربطوها وتستخدمها بعدين تستخدمها هي بعدين تتبخر فيها كل يوم نعم. والعروس استعداداتها أسبوع كامل يخدروها ما حد يشوفها قبل العرس عندها بس الداية مالها ما حد مو اللي يشوفها حتى أمه وأبوه وأخوانه ما يشوفوها تجهيزا الداية تجهزها بهالأسبوع تسوي لها نيل بجسمها وكركم عشان تبيض وتزهو تطلع أحلى عقب أسبوع تحنيها إيدها وريلها تنقشها أول كانت النقشة مثل المثلثات نسميها باط وبحبة العسو وكانوا يحنوا العروس ويجهزوها وإذا ما صار بني غامج يعيدوا لها مرة ثانية مرة ومرتين عشان يبين لون الحنة الحنة غامج جدا يلفت النظر للمعرس لما يدخل يشوف أنها متحنية ومتعدلة هذا من زينة المرأة أيوة نعم. وكانوا يجيبوا الكحل الأثمد وتكحلها كل يوم عشان توسع عينها قبل العرس وتعدلها ويوم العرس تسبحها وتلف لها شعرها ضفاير وتحط فيه محلب وزعفران زعفران. ايوه عشان تخلي ريحته من بعيد الريحه ما شاء الله يمكن. تنشم ومخمريه وتلبسها الكندوره الحلوه وقبل كانوا يحطون الريحان في الشعر والريحان ايوه هذا يوم الحنه يحطوا لهم ريحان صحيح وتلبسها وتخلصها وكل شيء وتلبسها العباه وتلبسها الغشوه والبرقع وتجهزها عشان تستقبل العروس المعرس اخر ايام الاسبوع يوم الخميس الجمعه ايوه يكون يا خميس يا جمعه ما كانوا يسووا عروس إلا خميس وجمعة عشان الناس كلها رادة وموجودة أهل البلد يشاركوا لازم كلهم في الأهازيج جميل يعني أيوة الجميع يشهد هذا العرس يشهد هذا العرس يشارك أيوة. فيه وبالنسبة للرجل يكون عنده أتوقع طول الأسبوع يوم الخميس الريال بعد يودوه يسبحوه لازم في مكان ثاني يا في نخل يا في حوض يا بيت الجيران اللي بعيد شوية مع الطبل مودينه وشالين فوق راسهم ملابسه مربوطة ما مثل الحين يشيلوها مثلا بشنطة أو يشيلوها مثلا بصينية لا أول كانوا يربطوها صحيح. يودوه ويسبحوه ويحلقوه وكل شيء ويلبسوه ويلبس بشته ويردوا فيه مرة ثانية ينانوا فيه لين يوصل البيت هذه طقوس جميلة يعني أيوة. للمعرس وايد استعدادا للعرس عشناها بهاك الفترة صراحة ونتمنى مختلفة. لو ترد مرة ثانية الآن الأعراس اختلفت تماما طبعاً. الحين صارت يمكن في قاعة المناسبات أيوة. نعم يمكن الاحتفال صار بيوم واحد يمكن يوم الحنة بعده نعم. في ناس متمسكين فيه للريال وللبنت بس العروس صارت خلاص في القاعات صحيح وفرق موسيقية أول كان بعد في السبعينات والثمانينات صار مطرب بالعود يدق في العروس بعد ما صار في تطور يوم تطورنا شوية أيوة ودخل الاتحاد والحمد لله وتطورت دولتنا نعم. صار زيادة في أهازيج لكن العرس سابقا كان تكاتف, تكاتف والجميع يشارك في العرس كل لازم حتى الفقير وما يقدر يجيب هدية يجيب ربطة حطب بيستخدموها ترى بيطبخوا فيها نعم. اللي يجيب كيس عيش واللي يجيب طحين واللي يجيب سكر واللي يجيب بلاليط واللي يجيب حطب واللي يجيب ذبايح ما شاء الله يعني يوم العرس تشوفي بيت أهل المعرس مليان ما شاء الله يعني العرس هو مش فقط المعرس اللي يتكفل بتكاليف لا العرس طبعا الناس كلهم المحيطين فيه الجيران الأهل الأصدقاء كلهم يتشالوا هذا العرس نعم. المعرس ما كان يخسر شيء أول إلا المهر والمهر كان 100 درهم 200 درهم 500 ألف بعدين صار 2000 و5000 صحيح لما صار الاتحاد بابا زايد الله يرحمه
تسوى 20 مقدم و20 مؤخر. صحيح، تم يعني يمكن وضع بعض الأمور والاشتراطات اللي هي تقنن مواضيع الأعراس والمهور. طبعا سعيدين اليوم بوجودك معنا الشيخ راشد النقبي من سكان مدينة خرفكان، كل الشكر على وجودك معنا في هذا المساء. رجعتينا يمكن لزمن أنت يمكن ما عشتي مع الأوليين. أنا عشت بالسبعينات، في السبعينات في السنوات الأخيرة يعني. أيوة، ولكن عاصرتي وعرفتي من الأهل والآباء والأجداد، عرفتي منهم هذا طبعاً الأشياء. نعم، الحمد لله. مشكورة، جزاك الله خير على وجودك معنا في هذا المساء. وانتم اللي مشكورين وجزاكم الله خير. شكرا. وما شاء الله قناة الشرقية دائما متميزة، ومتميزة فيكم أول شيء، وتتميز بوجودكم معنا حبيبتي. الله يحفظك يا رب. إذن مشاهدين الكرام، تعد منطقة شيصة التابعة لمدينة خرفكان من المناطق التي شهدت تطور سواء من ناحية المشاريع التطويرية أو الخدمية برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. اليوم نتعرف أكثر عليها أو على هذه المنطقة من خلال هذا التقرير. منطقة شيص من المناطق المميزة التي تقع وسط الجبال الشاهقة، وبالرغم من كونها منطقة جبلية إلا أنها تحتوي على المزارع وبرك المياه الموجودة طوال العام. رح نتعرف على منطقة شيص القديمة والحديثة مع الوالدة شيخ النقبي. هاي بلادنا أول، بلاد قديمة مال أول، الكرين، العريش، الخيمة، السيم، هذا مال أول. نسوي عيشتنا على ضو المانع، عراسنا نروي من داخل فلك نشله، والحمد لله خاطرنا أيينا 3 أيام هذا كل يوم عند واحد. نعم، الضيف اللي يجيكم؟ الضيف اللي يجينا كل يوم عند واحد، والمبرز الذبح كبيرة عندنا، مبرز كبير كبير، في الخطار، في العروس، في كل شيء يسووه تحت هالمحل. والحمد لله وعايشين، عيالنا حلالنا كل شيء الحمد لله عايشين. هي أمي لو تخبرينا عن الشعبية القديمة والبيوت اللي موجودة فيها. البيوت فيها مسواية بطين بمدر. هي نعم. عريش، خيمة، كارين، سيم. أدوات بسيطة. أدوات بسيطة هي على قد الإنسان. هي نعم. بسعف من فوق مسقوف عليه بسعف حتى عليه. وهاي عيشة أول الروي. المانع عراسنا من الفلاية. نعم. من الفلاي حطبنا من اليبل، نجيبه من اليبل. حشيش حلالنا من اليبل. نعم. ما نسوي حشيش داخل نخيل، كله من اليبل نحتي. الحياة أمي كانت صعبة بس كانت جميلة بتفاصيلها. صعبة صعبة لكنها الحمد لله جميلة زينة مريحة. خبرينا عن التغيرات اللي صارت في منطقة شيص حاليا. تغيرات الحمد لله كل شيء تغيرت. هنا مركز صحي، مسجد، حضانة، حديقة، بيوت. هنا ما قصر الشيخ سلطان، كل شيء وفر علينا. شوارع صار تعبيد للطرق الشوارع ساعدت على اختصار المسافة والوقت، الكهرباء، كل شيء موجود داخل البيوت. هي نعم الحمد لله ما قصر فينا الشيخ سلطان، ما قصر فينا، طور البلد وطور المكانات وطور الشوارع وطور كل شيء الحمد لله. هي نعم. أمي قبل كنتوا تاخذ وقت طويل عشان توصلوا للشارجة؟ أول ناخذ وقت طويل. هي نعم. أسبوعين هاي للشارقة. هي نعم. أما الحين مع التطور وتعبيد الطرق، مع تطور، مع الشوارع الموجودة، الحمد لله نص ساعة ربع ساعة وصلت البلاد في تباها. هي نعم. تبا الشارقة، تبا الخور، تبا حي الله مكان. الحمد لله رب العالمين ما قصر الشيخ سلطان، الله يطول عمره ويخليه إن شاء الله.
إذن مشاهدينا، حفظ الله الوالد والقائد والملهم والأب الحاني صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على توفيره العيش الكريم لأبناء وأهالي إمارة الشارقة وتحديدا جميع المدن في هذه التابع المنطقة الشرقية ومدن العالم أيضا. هو ليس فقط يقدم جميع هذه الأمور لأهالي إمارة الشارقة، إنما للجميع على مستوى العالم. إذن مشاهدين، دائما اللحظات السعيدة تمر بسرعة، لذلك وصلنا معكم إلى ختام أمسيتنا لهذا المساء. نتمنى كانت أمسيتنا ثرية بهذه المعلومات والضيوف الذين رافقونا في هذه الدقائق من برنامج حديث المساء. تقبلوا تحيات وتحيات طاقم العمل، ومع السلامة.